الشعور بعدم المواساة في توفير الخدمات بين المواطنين دفع الأهالي بنواحي ومركز قضاء تكريت لانتقادات شعبية واسعة بسبب تكريس المشاريع الاستثمارية في قلب القضاء، ما جعله مدينة مزدحمة تفتقر للمناطق الخضراء وشكل عبئا على البنى التحتية وباقي مرافق الإعمار. وانطلقت مؤخرا دعوات لأخذ الاستثمار دوره في توسيع المدن واستثمار المساحات الشاسعة خارج مراكز الأقضية وخلق مدن جديدة بطرازات تواكب العمرانية الحديثة. هذا الموضوع يحتاج إلى تخطيط منظم، يحتاج إلى تنظيم، وأعتقد أكو قسم اسمه تنظيم مدن، ويجب أن يكون تنسيق مع الاستثمار. نلاحظ الاستثمار قاعد يخنق المدينة، قاعد يكون قريب دائما، واستغلال لمساحات ولأراضي قريبة جدا من مركز المدينة، بينما الاستثمار يجب أن يكون مصدر أو سبيل لفتح المدينة، لتوسيع المدينة. بالتالي إحنا نشوف أيضا طريقة إعطاء أو استحصال الموافقات للمراكز التجارية، لمول، لمشروع، دائما تكون مبهمة، الإعلان عنها غير واضح، ودائما أكو مشاكل تثار، وهذا يدل على أنه لا يوجد تنظيم حقيقي. عليهم أن في بلدية تكريت أو في البلديات عليهم أن يعني يتابعوا وينظموا هذا الموضوع المهم. الاختناق المروري سبب الاستثمار القريب، الازدحامات في كل شيء، في المدارس، في المراكز التجارية، في الشوارع، سبب هذا عدم التنظيم هذا. فيجب أن تكون هناك دراسة حقيقية لهذا الموضوع، وتكون البلدية أكثر جدية بتقديم خدماتها وإعطاء الاستثمارات حقيقة موضوع الاستثمار داخل المدينة موضوع سلبي جدا، يعني المفروض يكون أكثر إيجابية إنه الخروج للاستثمار خارج المدينة. يعني اليوم عندنا المنطقة الشمالية، منطقة جنوب تكريت، شمال تكريت، غرب تكريت، شرق تكريت، يعني نتوسع أكثر. يعني ليش هم متزاحمين بالاستثمار يكون داخل المدينة؟ حتى اليوم يعني تعدي البيوت الله انه ياخذون عدد من مساحات الاراضي للجوامع انه يسووها استثماريه، هذا شيء مو صحيح. يعني المفروض يطلع الاستثمار خارج المدينه حتى تتوسع المدينه. اليوم اعداد المدينه متزايد اكثر من قبل بالسنوات، يعني سنوات، يعني اليوم بدي اشوف حركه حتى السير. يعني اليوم نحتاج استثمار مو فقط منازل منازل منازل، نحتاج إلى فتح شوارع إضافية، نحتاج إلى بناء جسور، بناء مجسرات، بناء أنفاق، لأن المدينة اليوم أعداد الوافدين إلها أكثر من أعدادها الأصليين. حقيقة ملاحظة مهمة وموضوع مهم إنه الاستثمار داخل المدن. هو قانونا وتنظيما في كل دول العالم استخدام الاستثمار يكون خارج إطار المدينة للاستثمار مناطق بعيدة. حتى التخطيط العمراني من يبدي يخصص مناطق للاستثمار يخصصها خارج المدينة. أما في صلاح الدين وبالأخص في تكريت الموضوع مختلف، الموضوع يعني يختار مناطق مشجرة، المناطق المهمة، حتى بدأ أنه تلغى أكثر المناطق المشجرة وتتغير إلى دكاكين. لو نحسب الدكاكين اللي بالمدينة هي أكثر من المواطنين، يعني ما هي فائدة الاستثمار؟ هو لتوفير فرصة سكن، فرصة معيشة، تهيئة شيء يخدم المواطن. هنا مجموعة من المتمكنين من القرار على ضوء قانون شرعه لأنفسهم ويشتغلون عليه. حقيقة هو الاستثمار لازم يكون مخطط وموافق عليه من بغداد. الآن لا بغداد ولا غير بغداد، وبعدين أنشأوا دائرة صغيرة تسمى المجلس البلدي، وبالقانون العام المجلس البلدي صوت على أي قرار تحويل، زين، غير وفق ضوابط، غير وفق قانون. قلنا احنا يعني احدى الوسائل المهمة الرشوة، الضغط، الابتزاز، وخلوهم يوقعون ونص المدينة انتهى موضوع المناطق المشجرة. هذا مو استثمار، هذا يعني هذا استعمار، هذا استعمار للمناطق وتدمير لها. الاستثمار يكون خارج إطار المدن.